مشاهدينا الكرام، ما هي الانطلاقة لشوطنا السابع؟ تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السابع الخاص مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل للبكارة. أيضا اللقاية نتابع هذه المسيرة، نتابع هذا الانطلاق المميز الجميل وصدارة هذا الشوط والتحديات الجميلة. هدانا لحمدان بن مطر بن سالم بالعرق الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية محمد بن سعود بن قران لجتبي، بينما المركز الثالث نجود لعبيد بن سعيد بن منانة لجتبي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الحذرة مانع بن يمعى بن قميص لغويص السويدي، وعلى المركز الخامس براقة حماد بن خليفة بن محمد بن حماد الكعبي من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة والمتحدية في هذا المسيرة. وهناك أيضا أسامي خلف المراكز الخمسة الأولى تتواجد، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع الدانة. ولكن من الجانب الآخر، الحذرة تتسلل في هذه اللحظات. مانع بن يمعى بن قميص الغويط السويدي من تتسلل في هذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني نجود عبيد بن سعيد بن منانة لقتبي من تتسلل على المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهينية محمد بن سعود بن قران لقتبي. والقدوم هنا، القدوم مضمونة، وصلت مضمونة هنا لسالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي، والوصول من الدهمة لعبيد بن محمد بن مرخان لقتبي أيضا على المركز الخامس. خماسية جميلة، قلنا أسامي أيضا تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل في هذه التحديات والإثارة الجميلة والتحدي هنا بهذا الأداء المميز الجميل. الدخول من شعلة لعبيد بن الصغير بن قنون بن يرادة لجتبي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة والأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا إذا الصدارة الحذرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. مانع بن يمعى بن خميس لغويص السويدي على الصدارة وعلى المركز الأول. شعلة في المركز الثاني، شعلة على المركز الثاني. عبيد بن الصغير بن قنون بن يرادة لقتبي، والوصول من الشاهينية هنا عبد الله بن يمعى بن خميس لغويص أيضا قادمة ومضمونة لسالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي المنطلقة على المركز الرابع في هذا الأداء. هناك الدهمة عبيد بن محمد بن مرخان أيضا تنطلق بهذه الأداء المميز على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للخماسية الجميلة هنا بقيادة الحذرة، الحذرة وهنا الشاهينية، الحذرة والشاهينية في هذا الانطلاق المميز الجميل. ولكن الشاهينية والحذرة، الحذرة هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة. الحذرة مانع بن يمعى بن قميص الخميس السويدي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تسيطر على زمام الأمور هو المحاولة من الشاهينية عبد الله بن يمعى بن قميص لغويص، واللحظات الأخيرة أخوين في منافسة قوية، ولكن هنا الحذرة هي الأقرب للفوز وللناموس. مانع بن
يمعى بن قميص الغويص السويدي المركز الثاني الثانية، عبد الله بن يمعى بن قميص الغويص وفي المركز الثالث تاتي هناك شعلة عبيد بن الصغير بن قنون بن يراد، وتاتي المعمورة لمنصور بن سيف بن قميص البادي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس مضمونة سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي، وأربع دقائق 44 ثانية هو التوقيت الزمني للحذرة.